اهلا بكم من جديد. الحقيقه النهارده دون يعني قصد مننا لقينا قدامنا فتوى صادره من الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدوله. بتفتح قدامنا الفتوى دي، فتوى زي ما بقول لحضراتكم صادره من الجمعيه العموميه لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدوله. بتفتح قدامنا مساحة جديدة من مساحات الاشتباك مع إدارة 57-357. ليه إيه؟ هقول لحضراتكم الأول إيه حكاية الفتوى دي وصدرت إزاي؟ أولاً الفتوى بتقول عدم جواز مساهمة الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تأسيس الشركات أو المساهمة فيها. راح لمجلس الدولة سؤال من الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، طلب قدمته لمجلس الدولة. الطلب اللي قدمته الدكتورة غادة والي قالت فيه إيه؟ قالت لهم يا جماعة في مجلس الدولة جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، اللي هي الجمعية اللي بتمتلك وبتدير مستشفى 57-357 بتاعت شريف أبو النجم. بتقول لهم إنه الجمعية دي، جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، تقدمت بطلب إلى الوزارة للموافقة على المساهمة في تأسيس شركة وفقا لأحكام القانون بهدف زيادة الموارد المالية للجمعية لدعم أغراضها وأنشطتها. طيب الجمعية دي هتبقى رأس مالها كام في الشركة؟ 60%. نفكك الكلام كده عشان إيه نفهمه مع بعض. الجمعية بتاعت أصدقاء المبادرة القومية ضد مرض السرطان اللي هي بتاعة 57 قدمت طلب لوزيرة التضامن، قالت لها اسمح لنا كجمعية نأسس ندخل نساهم في شركة ب 60% عشان نزود موارد الجمعية وندعم أنشطتنا. فدكتورة غادة والي لأنها بتتعامل بالقانون فبعتت الطلب ده لمجلس الدولة، مجلس الدولة بعت الطلب للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، قالوا لهم يا جماعة افتونا في الموضوع ده، هل ينفع إنه جمعية أهلية اللي هي الجمعية دي بتاعت أصدقاء المبادرة المصرية المبادرة القومية ضد السرطان، هل يجوز ليها قانونا إن هي تأسس شركة أو تساهم في شركة عشان تربح؟ كانت ايه بقى الرد؟ كان ايه من مجلس الدولة من قسمي الفتوى والتشريع؟ وانا هقرأ لحضراتكم نصا، معلش يعني نزعج بعض شوية بس عشان نعرف القانون قال ايه وبعدين ايه اللي ورا الحكاية دي. فالفتوى بتقول انه باستعراض قانون تنظيم الجمعيات الاهلية الجديد وعلى الاخص المادة 30 منه التي نصت على انه، وخلي بالكم من المادة، أنه يحظر على الجمعيات الدخول في مضاربات مالية، ومن ثم يتضح أن القانون الحالي لم يأتي بجديد يختلف عن القانون السابق بشأن حظر قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتأسيس شركة مساهمة أو المساهمة فيها باعتبارها من أعمال المضاربة المالية. يعني القانون بيقول ما ينفعش. طيب وبعدين الجمعية ردت بقى على خطاب وزيرة التضامن وقالت لها انه يحظر على الجمعية استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية او ممارسة اي نشاط ينصرف الى ذلك، لما مفاده بمفهوم المخالفة انه يجوز للجمعية ككيان قانوني يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن اعضائها ان تستهدف من ممارسة نشاطها تحقيق ربح لها، ومن وسائل ذلك تأسيس الشركات أو المساهمة فيها، وده برضو تأسيسا على إيه؟ زي ما قالت الفتوى أنه عرفت من المادة الأولى
ان مواد القانون عرفت من المواد الاولى منها العمل الاهلي، عرفت في الماده الاولى منها عفوا منها العمل الاهلي الذي يعد المجال الوحيد لعمل الجمعيات والمؤسسات الخاضعه لاحكامه بانه كل عمل لا يهدف الى الربح، ومن ثم فان هذه الجمعيات والمؤسسات ليس مسموحا لها بممارسه اي انشطه تستهدف تحقيق اي ربح. هنا بقى يكشف لنا كارثه، وهي ايه؟ او كارثتين. الكارثه الاولى انه الجمعيه اللي بتاعت شريف ابو النجا دي، اللي هي جمعيه اصدقاء المبادره القوميه ضد السرطان، راحت عشان تاسس شركه وبتقول ان هي عايزه تدعم مواردها عشان تدعم انشطتها. فاذا الراجل عايز بالمخالفه للقانون ياسس شركه، هذه الشركه تحقق ارباح. وطبيعي جدا انه هذه الجمعيه اللي بتقوم على تلقي التبرعات من المصريين بهدف معالجه الفقراء من مرضى السرطان كانت هتحط هذه الاموال من اموال التبرعات كراس للشركه او نسبه المساهمه بتاعتها اللي هي تصل 60%. فهو الراجل كان هياسس شركه ويحط فلوس التبرعات في الشركه، فبيستثمر بفلوس المصريين، بيستثمر بفلوس المصريين. بعد كده هتقول لي طب ما هو هيدعم انشطه المستشفى. هقول لك بس الجمعيه بافرادها اللي هو القانون هنا يقول لك دول ما يعملوش نشاط يربحوا منه، فهو والمجموعه بتاعته يعملوا شركه، فالارباح دي بالطبع هياخد نسبه من هذه الارباح اللي جات له نتيجه استثمار اموال التبرعات التي دفعها المصريين، لان هو العقد شريعه المتعاقدين، جمعيه اهليه بتلم تبرعات، التبرعات دي تروح للعلاج، ما ينفعش تيجي جمعيه تستثمر هذه الاموال وتربح من وراها. طيب هنا بقى كذا سؤال. طبعا انا بشكر وزيره التضامن وبشكر او ده يعني دي فتوى قضائيه، فده يعني لكن قضتنا على دماغنا من فوق، فهو بيقول له لا غير مسموح انك تاسس شركه. طب هنا سؤال، لما شريف ابو النجا دخل في انتاج مسلسل، مش ده نشاط استثماري عشان يربح منه؟ اذا الراجل كان بيخالف القانون، اذا الراجل كان بيستخدم اموال التبرعات في انشطه اقتصاديه عشان يربح منها بالمخالفه للقانون. يا جماعه اللجنه اللي بتفتش ده، هذه الفتوى ارجوكم ضموها الى اعمال لجان التفتيش على 57-357، ضموها. اللي قبل كده، اللي عملوا قبل كده تحديدا في انتاج المسلسل، المستشفى تدخل شريك في انتاج مسلسل، ما هو زي ده انه داخل في شركه يربح. فالنهارده مجلس الدوله بيقول ان ما جرى في 57 مخالف للقانون. مين هيحاسبه على مخالفة القانون؟ قولوا لنا. وبعدين في نقطة مهمة جدا، خلي بالكم انه الفلوس دي بتاعت التبرعات او جزء كبير منها، بلاش نقول كلها، جزء كبير منها دي اموال الدولة. ليه اموال الدولة؟ لانه مثلا لو في رجل اعمال هيروح يتبرع ب 10 مليون، بيروح يقدم للضرائب، الضرائب اللي هيدفعها للدولة انه تبرع لمستشفى 57 ب 10 مليون، فبيتم اعفائه من 2.5 مليون، من ربع المبلغ ده. فاذا ال 2.5 مليون دول اللي دخلوا للمستشفى من رجل اعمال او من شركة معينة، كان مفروض تاخدهم الدولة كاموال ضرائب، فالدولة ما خدتهمش، اعفت رجل الاعمال ده من ربع مبلغ التبرع. يعني هو بتبرع ب 10 قروش فيقول له طيب في 2.5 منهم هنشيلهم لك من الضرائب، انت راجل كويس اتبرعت. فيبقى في جزء من اموال التبرعات اموال الدولة. ولذلك لما بنيجي نقول يا جماعة نحاسب، فاحنا بنقول نحاسب على فلوس الناس اللي بتبرع بيها وعلى فلوس الدولة ايضا. هذه الفتوى اللي صدرت النهاردة من مجلس الدولة، من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أرجو أن تضم إلى أعمال هذه اللجنة اللي احنا بندعو أنه تنتهي عشان نخلص من هذا الموال.